الرئيس السيسي يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظتي القاهرة والجيزة. بلومبرغ تؤكد أن مصر من بين أقوى 10 اقتصاديات نمواً على مستوى العالم في عام 2020. ترامب يأمر البنتاغون بسحب جميع القوات الأمريكية من الصومال. الثانية صباحاً، 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلاً بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدداً من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على سير الأعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسة بمحافظة الجيزة، خاصة في منطقة المنصورية عند محور الدائري وتقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بحدائق الأهرام. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تطوير تلك المحاور والتطبيق الدقيق لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع بداية فصل الشتاء، حفاظا على صحة كل العاملين بالمواقع الإنشائية. ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن مصر من بين أقوى 10 اقتصاديات على مستوى العالم في عام 2020، وتمكنت حتى الآن من تجاوز محنة جائحة فيروس كورونا. وأضافت الوكالة الأمريكية في تقريرها أن الاقتصاد المصري صمد بنجاح في مواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة، لدرجة أنه كان من بين أسرع 10 اقتصاديات نمواً في العالم خلال هذا العام. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 427 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة. وأشار دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إلى خروج 109 من المتعافين من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 100,000 حالة. قال المبعوث الأممي إلى سوريا جاير بيدرسون إن أعضاء اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور اتفقوا على جدول أعمال الجولة الخامسة في 25 من الشهر القادم حال سمحت ظروف كورونا بذلك. واعتبر بيدرسون خلال مؤتمر صحفي أن محادثات اللجنة الدستورية هي خطوة بالطريق الصحيح، داعيا المجتمع الدولي للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. قال الشيخ أحمد ناصر المحمد صباح وزير الخارجية الكويتي إنه جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية، وأشار في كلمة تلفزيونية إلى أن كل الأطراف أكدت حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والوصول لاتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير لشعوبهم. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا أردوغان إلى الالتزام بالاحترام، واتهم الرئيس الفرنسي أردوغان بممارسة سياسات تحد من الحريات المتاحة للشعب التركي. أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الدفاع البنتاغون بسحب جميع القوات الأمريكية من الصومال. وأوضح مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال أن الجنود المتمركزين في الصومال والبالغ عددهم 700 جندي سينتقلون إلى قواعد في كينيا وجيبوتي، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تغادر القوات الصومال بحلول أوائل العام القادم. وفي النهاية مشاهدينا، نحيط علم سيادتكم بأن تردد أكسترا نيوز اتش دي هو 12303 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي. شكرا لكم.